رحب بضيفنا الخاص لليوم الدكتور عادل رجولة. طبعا ما اعرف ايش احنا صار عندنا شويه كذا التهاب في المفاصل. دكتور يسعد صباحك. صباح النور. من زمان ما شفناكم, طول الغيبه يجيب الغنايم ان شاء الله. قاعده اشوف اليوم معانا جهاز, اذا انت حاب تحكي لنا عنه اكثر. صح. هلا اول شيء صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير للمشاهدين. شو اكثر سبب بخلي الاشخاص او المراجعين يجوا لعنا على العيادات؟ هو الالم. اكيد الوجع. الألم بأغلبه بيكون نتيجة اللي بنسميه التهاب. هلأ شو هو الالتهاب؟ الالتهاب هو ردة فعل صحية وطبيعية لأي منطقة بتتعرض لإصابة, عمود فقري, مفاصل, أربطة, أوتار, عضلات. شو اللي بيصير بالضبط؟ اللي بيصير إنه لما يصير في إصابة بهالمنطقة بيصير في إفراز كيميكلز أو بعض المواد. هيدي المواد شو بتعمل؟ بتعمل استطالة للأوعية الدموية. يعني الأوعية الدموية الحجم تبعها بيكبر, مشان هيك بيصير في عنا ألم, بيصير في عنا احمرار بالمنطقة. صحيح. بيصير في عنا ارتفاع بدرجة حرارة المنطقة اللي فيها التهاب, بيصير في عنا تورم, وبيصير في عنا صعوبة حركة. هدول 5 خصائص أو 5 إشارات للالتهاب. هلأ مثل ما أنا قلت إنه الالتهاب هو ردة فعل طبيعية وصحية. طيب هلأ ممكن الواحد يسأل سؤال, طيب ليه نحن بناخد دواء التهاب أو ليه نحن عم نستخدم هيدا الجهاز؟ صحيح. لأنه إذا الالتهاب استمر أكثر من 3 إلى 10 أيام, هو الالتهاب لازم يختفي بعد 3 إلى 10 أيام. إذا الالتهاب استمر أكثر من 3 إلى 10 أيام بيكون صار التهاب مزمن وبيصير مؤذي جدا, بيصير مراحل متأخرة. برافو عليك. بيصير فيه تهتك للأربطة, للأوتار, للغضاريف, وأحيانا لو هذا الشيء انتقل للدم بيصير فيه مشاكل كتير أكبر وكتير بتأدي لمخاطر أكبر. فمنحاول بعد 3 إلى 10 أيام لو الألم والالتهاب استمروا منحاول نحصرهم عن طريق كتير أشياء, وأهم حديثا هذه تقنية التبريد الحراري اللي حنأرجيكم إياها. كيف نستخدم هذه التقنية؟ أوكي. هلأ شو هدف هيدي التقنية؟ هدفها عن طريق سائل النيتروجين. نحن بنعرف سائل النيتروجين كتير بارد. عن طريق سائل النيتروجين ننقل هاي البرودة للمفاصل, فبتعمل تقلص للأوعية الدموية, فإذا الألم بخف, حرارة المفصل بتخف, الالتهاب بخف, تورم بخف, وبالنتيجة الحركة بتصير. طيب وهذا الشيء مؤقت ولا على طول يعني؟ لا طبعا الالتهاب طبعا هيدي عن طريق هذا الجهاز بده يعمل الشخص أكثر من جلسة مرافقة لكثير من تقنيات العلاج الطبيعي اللي بتخفف الالتهاب, ولكن أهم ليش؟ لأنه غير دوائية. حلو. يعني ما بيلجأ المريض لدواء التهاب, بنكون خففنا الالتهاب بدون ما نتعرض للآثار الجانبية للأدوية الكيميكال. هلا شو بيصير؟ رح نعمل ديمونستريشن أو رح نرجيها على الرقبة, وهيدي كتير بتفيد, وأكثر دراسات عملت عليها لعلاج الصداع وعلاج آلام الرقبة الناتجة عن مشاكل الديسك. رح نعملها على هيدي المنطقة اللي هي فيها عضلات كتير وهي بتسبب صداع. رح نعملها على هاي المنطقة. روب. طيب دكتور, إذا أنا ما أعاني لا من التهاب في المفاصل أو في العضلات أو حتى ديسك, أقدر يعني إذا صارت عندي هذه الألام حقت الاسترس والتعب اللي دائما يصير لنا أكيد كلنا في الرقبة أو في الكتف أن احنا نستخدمها؟ نعم. لو سبب التهاب, شوفي أول شيء المسافة بين البروب هاي يعني هيدا والمفصل بدها تكون بعيدة. مسافة معينة حتى بالضبط حتى ما تكون مؤذية, والابليكيشن او قد ايه بنحط عليها ويوجع 3 إلى 5 دقائق. هل حخليك تجربيها هدى حتشوفي كيف على طول حتحسي بي تحسن والله برودي بالمكان. رقبتك عم توجعي كثير اليوم عندي بالعياده؟ والله يعني انا احتاج عيادتك دكتور, احس رقبتي, كتفي, نهايه ظهري كلها يعني فيها ألم للأسف. للأسف الشديد يعني. لا 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 ما بينفع. فأحس بعض الأحيان يعني زي اليوم أحس أنه بزيادة قاعدة كأنه كتفي يضغط على ظهري, يعني كأنه هذه المنطقة قاعدة تضغط على أسفل الظهر عندي. بتكزي على سنينك بالليل؟ كثير. يا سلام, أنت عندك كل الباتر. طيب وحاسألك سؤال كمان, هو يمكن شو بقوله سري بس ما حدا عم يسمعنا, عصبية؟
يعني تحس ما راح احكي حدا ما راح احكي دي انا كثير عصبيه صراحه بس هو شو يصير معي لما اعصب ما اطلعه اكتم وهذا أسوأ وامسك نفسي وهذا ليك ليك يا ريت كمان اخذ حركه عيونك امسك نفسي يعني. ايوه فكثير اتعب يعني بعض الاحيان حتى احس في عندي شد عضل في الساق يعني لما اكون معصبه وكذا وماسكه اعصابي احس بعدين يومين ثلاثه كاني مسويه رياضه قويه. هلا انت هلا انت هدى عندك كل العناصر اللي بتعمل وجع رقبه. اول شيء اكيد بيكون عندك ديسكيت بسيطه او خشونه بالرقبه حدا بكز على السنين وهيدي اول شغله لازم تبداي فيها. طب كيف هذا نعالجها؟ حدا عصبي وحدا ما بتعمل رياضه الكز على السنين لها كثير طرق عن طريق منريح عضلات مفصل الفك بس هذا وانا نايمه اكثر شيء. اي بالضبط ما في تقنيات بتنعمل وبتنعطى تمارين عليها منريح مفصل الفك طبعا ستريس مانجمنت والرياضه وعلاج طبيعي هو العلاج بهالحاله اكثر من شغله وحده هي مجموعه اشياء لايف ستايل علاج طبيعي رياضه ومجموعه اشياء. والله حلو دكتور ان الواحد يبدا السنه صراحه وهو يعني مهتم بصحته لان احس هذه التفاصيل خاصه الرقبه الظهر الرجل يعني الالام المفاصل احنا نهملها كثير 100% ونهمل الرياضه وهذه اغلبها كمان اهمال الرياضه كثير كثير سيء وانا دائما بقول العلاج ما هو شغله وحده هو مجموعه تقنيات مع بعضها يعني اذا اليوم انت اخذت دواء حتى لو عملتي جراحه اذا صح. بعد هيك ما تغير اللايف ستايل هدى بديك تشوفي كيف صار بديك تشوفي بس خف شويه اوكي هيدي اوكي خلص بس. هل هذا الجهاز له اثار جانبيه دكتور ابدا 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 ولا شيء راح احط فيها لا راح احط فيها لا لا ابدا اول شيء ما له اثار جانبيه ثاني شيء التحسن بيظهر مباشره بعد الجلسه على طول بعد الجلسه وما له اي اثار جانبيه وبس الشغله كثير مهمه انه هذه التقنيه ما بتنعمل لحالها بتنعمل مع مجموعه تقنيات ثانيه واحلى شيء فيها هدى انه التحسن بيطلع مباشره حلو. بعد الجلسه مباشره المريض بحس بفرق وحتى بتحسي انه المفصل صار أبرد وألين فبالنتيجة هالأوعية الدموية تقلصت فبالنتيجة الألم خف الورم خف الارتفاع الحرارة خف فبالنتيجة الحركة صارت أسهل هيدي من أحدث التقنيات حلو. سائل النيتروجين من أحدث التقنيات لعلاج الآلام المزمنة والالتهابات بدون اللجوء للأدوية وتحمل العوارض الجانبية ممتاز للدواء. شكرا لك دكتور يعطيك ألف عافية أكيد هذه المعلومات تهم كل الناس اللي يشوفونا